ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يور ميسم، كيف حالك؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أوكي ما شاء الله، يو فينيشد جزء المجادلة، اللهم بارك. Congratulations، اللهم بارك. أتمنى توفيق you and keep all your family يا رب، and protect you يا رب، protect you يا رب، اللهم آمين. Okay, so we will start إن شاء الله new جزء. Okay. الجزء is called جزء الذاريات. الذاريات، okay. We will take إن شاء الله سورة الحديد. Some آيات from سورة الحديد. We can take this month just for one. Okay. Until 8 or until 11 إن شاء الله. Okay. Because I told you I want to revise with you every juz we done from juz amma until juz al mujadila إن شاء الله. I want to revise all the juzes first. Okay, so most of the class will be revision. Okay, and about 10 minutes I can give you a new ayat. Okay. Now I recite Surah Al-Hadith. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إن شاء الله also we will revise all our rules. إن شاء الله all every rule we talked before. Okay, and we can take a new rule. إن شاء الله is الإخفاء. Okay, the fourth rule we talked before الإظهار الحلقي. And we talk like here, like من أنفق. And we talk before الإخلاء, like here, من بعد. Okay, نون followed by باء, من بعد. And we talk الإدغام. If I have نون ساكنة or تنوين followed by any less of ضمير ملغول, like here, درجة من, درجة من. Okay, the fourth rule الإخفاء. إن شاء الله we will take it, إن شاء الله this month, inshallah, and we will practice every class, inshallah, how you can know it in al-ayat, inshallah. Okay? Jazakillahu khairan ya Rumaitha, and I love you too much, and I am so proud of you. MashaAllah, Allahumma barik. Okay? See you soon, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.